بحضورهم نركز على بعض المبادئ الأساسية لتكون قاعدة حقوق الإنسان اللي هي المساواة، الإدماج، عدم التمييز، وعدم التهميش. بكل صراحة تحضير هذه الحصة كان صعب شوية، لأنه كي تشوفوا الواقع وتسمعوا الحكايات تاع الناس اللي راهم يعانيوا من العنف، التمييز والتهميش، تبقى جامد، تبقى يعني غير حساس، ما تقدرش تقعد غير حساس. يعني حسيت روحي زعفان، مقلق، حزين في نفس الوقت، وطرحت سؤال واحد: علاش في 2021 فقدنا الإنسانية ديالنا؟ علاش في 2021 الإنسان رجع أناني ويغمض عينيه كيشوف الظلم، الحقرة والخسارة؟ علاش 2021 الإنسان قادر يدير أجمل مبادرات في المجتمع دياله وفي نفس الوقت يقتل امرأة ويسب خته، أمه، خوه، لأنه مختلف، ما يفكرش كما هو، لأنه عنده لهجة أو لون البشرة تاعه مختلفة، ولا عنده مرض أو إعاقة؟ هذا الشيء ما لازمش يكون في 2021. موضوعنا اليوم ما راهوش يخص حقوق الإنسان فقط، بل يتناول حق أي شخص مهما كانت الجنس دياله، لون البشرة دياله، المرض أو الإعاقة اللي عنده. حق المساواة والإدماج، حق في العيش بكل كرامة وحرية بدون تمييز أو تهميش. اليوم رانا كيف كيف على المباشر ورايحين نحتفلوا باليوم العالمي لحقوق الإنسان 2021 مع ضيوفنا الكرام. المخرج معنا المخرج يانيس كوسيم، الممثلة سليمة عبادة، رئيسة جمعية الحياة لكفاح مرض الإيدز نوال الهول، ورئيسة الفيدرالية للأشخاص ذوي الإعاقة سيدة عتيقة معمر. مرحبا بكم. قبل ما نبدأ الحوار ديالنا مع ضيوفنا، نعطي الكلمة للزميلة مولي مايفيلد باربي، هي المسؤولة على برنامج ميبي في السفارة الأمريكية بالجزائر، وكل ما يتعلق بموضوع الإدماج والتعايش في السفارة الأمريكية بالجزائر. إليك الخط مولي. شكرا سمير، ومساء الخير إلى الكل. ودع إدارة رئيس بايدن حقوق الإنسان في قلب، يعني في وسط سياسات الخارجية. إن الولايات المتحدة ملتزمة بعالم يتم فيه حماية حقوق الإنسان والاحتفاء بمدافعين عنهم ومحاسبة الذين يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان. إن تعزيز احترام حقوق الإنسان ليس شيئاً يمكننا القيام به بمفردنا، ولكن من الأفضل تحقيقه بالعمل مع حلفائنا وشركاتنا في جميع أنحاء العالم. يلتزم الرئيس بايدن بسياسة خارجية توحد قيمنا الديمقراطية مع قياداتنا الدبلوماسية، وتركز على الدفاع عن الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان. في الجزائر تعمل حكومة الولايات المتحدة مع شركاتنا في المجتمع المدني وفي الحكومة لتعزيز قيام حقوق الإنسان معا. لا يزال هناك العديد من التحديات التي نواجهها هنا، وسنتحدث أكثر عن بعض أهم القضايا هذا المساء في جلستنا. شكرا لمشاركتك، ونتطلع إلى هذه المناقشة الهامة. إلى الحق. شكرا مولي، شكرا لهذه التوضيحات. الآن رايحين ندخلوا في قلب الموضوع. نذكر المشاهدين أنه تقدروا تطرحوا الأسئلة ديالكم وتخلونا لكومنتير تاعكم لضيوفنا على موقع تشات في اليوتيوب تاع السفارة، ورايحين ضيوفنا رايحين يواجبوكم على المباشر إن شاء الله. كانوا يعيطوا لهم زهرة، وردة، تنهينان،
كنزة، أمال، رحيمة، منال، ليلى، نوال، صالحة، حكيمة، هاجرة، عمرية، عيشة، فتيحة، حميدة، مريم، سلاف، ليديا، فاطمة، جميلة، ليندا، دهبية، لاميا، ميسم. الله يرحمكم. هاد الشيء ماشي لافوت ديالكم. السؤال واحد لازم تطرحوه: من هما المسؤولين؟ اسكو هما هادوك اللي قتلوكم او حنا المسؤولين اللي انا ساكتين؟ 51 امراه، زوجه، اخت، بنت، ام قتلوا في 2021. يانيس كوسيم، مرحبا بك. انت مخرج سينمائي وسيناريست، درت اول فيلم قصير ديالك عام 2007 اسمه اختي، وفيلم صيف في الجزائر عام 2012. تحصلت على جائزة تحكيم من مهرجان لوكارنو في سويسرا عام 2010 وجائزة دمشق السينمائي في 2008. وفي 2010 أخرجت فيلم قصير واسمه خويا، يتناول موضوع العنف ضد المرأة. الحين نشوفوا نيكستري تاع هذا الكور ميتراج، تاع هذا الفيلم القصير، ونعود نقول لك. ياسين كوسيم مرة أخرى، شكراً لك، راك قبلت الدعوة ديالنا، راك معنا اليوم. هذا الفيلم قصير درته في 2010، لكن ظاهرة العنف ضد المرأة ما زالها تعفن المجتمع ديالنا. وش هي قصة هذا الفيلم، وكيف جاتك الفكرة باش تتناول هذا الموضوع؟ أنا كي بديت قبل الفيلم في الفيلم هذا، كنت مع عائلة من تعيلية سيكيا، وحكيت لي حكاية عقدك توتويت كتبت له سيناريو ودلنا الفيلم دي. من بعد حبيت ندير أنا الكوميتراج قبل ما ندير الفيلم أول فيلم طويل. جو شرشي عقدك دي زيدي، وخطرة كنت عند ما جرانمير، عند ماني كما تقولوا كما تقولوا نشوف مدافع ودير عنا جارك مفامي يسكنوا مدافع. بدنا في ثلاثة خرجوا، كانوا كل واحدة من زوجها مع أولادها، ستة اللي تيب صيف راح للبحر وستيرا. يعني فات البنات هادو خويا هي حكايتهم. تعدي البنات هادو كي شفتهم يعني في إن جورني، يعني يوم تاع العطلة في الصيف راح للبحر مع أولادهم ورجالهم. كنت فكر خمس سنين من قبل كانوا عايشين اكزاكتومون كانوا عايشين البنات تاع الفيلم خويا. لا يغ الفيلم يعني اللي ديديكاسي اسي فيلا الوازين هذو. كل شيء تشوفوا في خويا صح صرا صح. كاين غير لافا اللي هي خياليه او فيكسيوناليزي. صح كل طول ايفينمون اللي كاين في الفيلم تاع العنف، العلاقة بين الأخ وداته والأم وكيفاش عايشين كلش، يعني نقدر نقولوا بلي كاريمون سي ان دوكيومونتير. انا درت جوست اون جوست فيكسيوناليزي دو سا. دوبي توجور انا عندي انا ما نفهمش حاجة كيفاش نقبلوا ماشي غير في 2021، يعني من قبل، يعني في 2010 ومن قبل، كيفاش نقبلوا باللي نص الانسانيه، تاع الانسانيه كان على سبع مبايض داكور،
ادميتون هلا انا ما عنديش احصائيات ونكسبو مع لازموس داكور 3500 تاع عباد كوكب الارض باسكو نسا انت اونكو ديمان هذا على ذكر وانت باسكو انت عندها حقوق اقل عندها ضدها كاين الاجتهاد ضدها كاين العنف كاين العنف ضد الرجال صح بصح العنف اللي ضد الرجال ماشي خطرهش رجال عنف تدير النساء في العالم وفي الجزائر انا جزائري دونك انا نهضر على النساء تاع الجزائر دونك يقولوا وي بصح مش غتقولي داكور انا جزائري نهضر النساء تاع الجزائر في الجزائر النساء عندهم ان دوبل بان عندهم زوج عقوبات عندهم العنف ضد اللي يتمارس ضد الشخص ضد الاشخاص اللي يسرقوهم ولا العنف وعندهم اون بلوس العنف خطركش نساء فهمت هذا هو اللي يعني محيرني كيفاش يعني الرجال ماناش وحدنا عايشين وحدنا تقدر بلي كل رجل خارج من المراه ودايرين به نساء اخرين يعني تكون زوجته ولا اخته ولا بنته ولا زميلته ولا صديقته نساو بلي كاين صداقه بين الرجال والنساء تاع لي كوليك تاع الخدمه وكلش كاين هناك عاطفه كاين هناك صداقه كيف تقبل هذا النساء اللي دايرين بك يعني الوضعيه اللي راهم فيهم في الجزائر وفي العالم مش غير في الجزائر حنا نهضروا على الجزائر العنف ضد المرأة ياسين موضوع حساس جدا خاصة في عالم السينما يعني كان بزاف لي فيلم والكورميتراج اللي تنداروا على هذا الموضوع كيف كان أجواء تورناج مع الممثلات سونيا الله يرحمها سامية ميزان وسليمة عبادة لاكتريس ليروين برينسيبال تاع هذا الكورميتراج اللي راهي معنا اليوم راح نتكلموا معها في بعض الدقائق بصح كيف كان يعني أجواء التورناج لا أجواء دجاء الناس ينيس مش ينيس ينيس أنا ينيس لا سمعني أنا سيغة سمعني لا أجواء التورناج بمان ستي تخدني أنا كان عندي دير بارك ماذا على سونيا لا بروميير فوا في حياتي اللي شفت كياس دو تياتر ستي فاطمة بن صباح جافي واحد 12 عام جات الصيف ما كنت كان عندي 12 سنة يعني ما كنتش مخيب لي راح نولي مخرج ولا ونهار اللي درت الفيلم هذا نهار الاول نسيت نهار الاول اللي بدينا التورناج فكرت وقلت لها سونيا فكرت هذا لا بروميير فوا اللي شفت الجهاز تاع سيتي افيك ايل دونك كان فريمون علاقه التورناج اللي تي بيان فريم سا ايتي ان سوبر فور دير سليمه بوغ لا كونفيرمي ابخي يعني كان عندنا ست ايام التورناج خلصنا في اربع ايام il y avait tout ce qu'il fallait c'était une époque où on pouvait voilà on refaisait des films on était libre de faire des films de les refaire de faire des films on avait des bonnes équipes on avait non franchement le tournage il était très bien le scénario au début parce qu'il crée le scénario mais c'est une chose extraordinaire c'est vraiment يعني يوميات دار et c'est vraiment grâce à l'équipe et grâce aux comédiennes surtout elles ont incarné vraiment des personnages aussi les abouches mais les abouches Ken ou Roma Bouddet et je pense parce que le milieu du cinéma en général du milieu de la création les gens sont favorables nous savons les Roma Bouddet etc. Donc, on sentait que c'était quelque chose d'important et tout le monde le sentait, les techniciens, tout le monde le sentait. Donc, vous voulez un peu de boule, qu'il y a une flamme, mais il n'y a pas assez de films sur ça. Un mec qui était retourné au Koya, déjà à l'époque, il y a une qui il chauffait à Grec, genre, elle, ça a des lorraines de ce GED, ou là, elle, le mot à le mot à ou, elle, le mot à ou, ça. Non, qu'est-ce que parce que in fine donc 2010 2021 50 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
لازم قوانين تعود بدي اليوم خلاص لازم قوانين وبليجي يكونوا قوانين اللي pour criminaliser le féminicide, pour criminaliser la violence faite aux femmes. Plusieurs fois, il y a eu des propositions de loi à chaque fois, et on était, tout le monde est très content, et après, ça ne passe pas. Bon, peut-être que la société algérienne n'est pas encore prête à accepter ça, mais laisse, parce que Raymoustabad redouait qu'on bint pour la marque, ou la petite pour la jarte, et peut-être la jarte. نخرجوا نسمعوا احنا العياط نسمعوا الضرب في الحومه بصح ما ندخلوش وهذه لازم تتبدل على كل حال القوانين هي موجوده يعني كاين برك نقص في تطبيق القوانين موجودين ديجا اللي اكزيستيو على يعني هذا الكورميتراج هذا الفيلم قصير شباب بزاف ونعرض جنفيت كاع المشاهدين باش يشوفوه او متوفر على قناه اليوتيوب يعني يحوسوا برك يانيس كوسيم خويا ويطيحوا مباشره على هذا لو كورميتراج. شكرا يانيس للتدخل تاعك. سليمة عبادة أهلا بك، شكرا اللي قبلتي دعوة ديانا. أنت ممثلة ومغنية، شفناك في أفلام عديدة منها لتيغاس أنكيتو بارادي بيزاج دوتون من إخراج مرزق علواش، وفي 2010 كنت الممثلة الرئيسية في الفيلم القصير تاع ياسين كوسيم خويا. في 2020 شاركتي مع ممثلات جزائريات أخرى في كليب متحدات ضد قتل النساء. نشوفوا ان بتيت اكستري تاع هذا الكليب ونولي لك. ملابيتها تاج راسها واش راح تقول؟ اختصبوها هي تاني شتيها كيفاش كانت لابسه جبتها لروحها. ايه واش دهال تما قتلوها حرقوها لقيناها مرمية اللي تشد دارها حاجة ما تصرى لها لو كان جات بنت فاميليا نترحم عليها. بصح شوف هاي كيفاش دايرة شت صورتها بينا جيب العار هادي نترحم عليها. شوف فيها مليح24 نوفمبر كان اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة. سؤال خفيف ظريف ليك سليمة، كيف عشتي هاد المبادرتين باختصار؟ علاش شاركتي فيهم وشنو هي أكبر أثر اللي قعد فيك ما بعد التورناج تاع المبادرتين؟ مثل خير عليكم. المبادرتين كما يقولوا مختلفة باسكو منها كاين خيال كي خدمنا مع يانيس كوسيم وغير قريت له سيناريو كما يقولوا حبت راسي وبلونجيت ديريكت باسكو فوالا. والثانية المبادرة الثانية كما يقولوا اون ايتي بلوس في لا رياليتي كنا اكثر في لا رياليتي دايور دوكا كان نعاود نشوف لا فيديو طلع يا اون كولير منها كولير ومنها حشمه ومنها تاع نقول اون اريف با في راسي مازال 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 خدمه بزاف لازم نديروها دوك والله عباك جاي نبول جاي نبول او فونت كي نعاود نشوف لا فيديو فوالا. وشنو هما النصائح اللي تقدري تمديهم للنساء اللي راهم يشوفوا فينا وربما راهم يعانيوا من هذا المشكل؟ باك ما نقدر جو سي با اسكو نقدر نمد نصائح لخاطر انا ديجا يقولوا لي لو فات ندافع على روحي فاسوا في الزنقه كي نكون نمشي ويهضروا يقولوا كلام ماشي مليح ولا كيما يقولوا يجي واحد يضربني ولا هادو كاع الحكايات صراو لي اون طونك جون في اون طونك فام
اشاك فوا كل ما ندافع على روحي قولي انت فمك ماشي ليك، انت فمك ماشي ليك، بلاكي كاش نهار تجيبيها لروحك، بلاكي كاش نهار تجيبيها لروحك. وشحال من مره جات الام تاعي جات داتني من مركز الشرطه لاني دافعت على روحي وكامل، ولكن دائما لا بلانت تحبس او نيفو دو كوميساريا. جامي الان ما وقفت مع واحد، هذا واحد النهار صافي ديزاني دوكا، واحد عطاني بكف في لا دايره، في دايره عطاني بكف باسكو ما عجبوش الحال اللي كنا دايرين لاشين، وحب حبي يجوز يعني هذه حاجه حبي يجوز قبلي. دوك لا بلانت درتها جو سوي بارتي جوسكا لا بلانت، ولحد الان ما كان حتى ما مازال ما وقفني دوفون بروكور ني ريان دو تو. دوك لو كونساي ما je peux pas donner de conseil سمير لخاطر عندنا اون سوسيتي اللي ما تعاونش، اون سوسيتي اللي ما تفهمش، اون سوسيتي اللي تحقر، اون سوسيتي كي جوج، اون سوسيتي اللي ما كيما يقولوا ما تكرديش للمراه مهما يكون. دائما لا فوت يدورو يلقاوها في المراه. دونك لو دير كو يفو افوار دو كوراج، كو لازم ما تخافش، كو لازم توقف في وجهو، كو لازم تطلب حقوقها. وي بصح مالوغوزمون كيما قلنا كاين قوانين بصح التطبيقات ما راهيش تبع مالوغوزمون. على كل حال سي غاس يعني من خلال هذه المبادرات، هذه الافلام القصيره، هذه يعني لي زينيشاتيف لاكو ديروهم لي خطوه بخطوه نسيو يعني نغيروا الاشياء. كما قلنا القوانين راهم هنايا واجدين، اللي يخصنا هو تطبيق هاد القوانين. كلمة أخيرة في هذا الموضوع. أنا حابين نقول بلي ما لاش بالوقت مشي ذلك وش قلتها، يعني ما لاش في خطوة خطوة سي مرجانس نسارة ميموتو سارة دير مرجان بيه 50 مرة، يعني ما لاش بالوقت، ما عناش بالوقت نسناه، لازم يفوكي ندير تابريس دو كونسيون سي متنا خطاك ديجا لا سوسيتي دير لزنفان رامي كبارو، ما لازمش احنا اللي تربينا في نوتر ايبوك و لا سوسيتي تاع اليوم سي دي ريزولتا تاع التربيه اللي درناها احنا اوجوردي ليبوك تاع اليوم. رانا شايفينها كيفاه، راني خايف لكن نكملوا على هذا المنوال راح يولي ماد ماكس وصفار. يعني يفو فريمون حشومه انا بالنسبه لي حشومه مراه جزائريه ما تحسش روحها سيكوريتي في كل الوطن. صافي دي نورمالمون كل مراه مواطنه جزائريه وين تكون في الجزائر لازم تحس روحها سيكوريتي. سي بالكا، سي اون اورجونس. يعني باختصار يعني باش نجوز الموضوع اخر، يعني هاد النساء اللي تقتلوا، يعني هاد الام هاد الام هو الاخت البنت، هي يعني بنت شخص، ام شخص، زوجة شخص، يعني حطوا روحتكم في مكان هاد الشخص، اسكو تقبلوا انه شخص واحد اخر يجي يأذي او يعني يضرب او يقتل امرأة يعني. سمح لي سمير، سي انكور بير كو سي بير كو سا، لا خاطر هادو الرجال لحقوا كيفاش يقولوا النيفو وين ما يخافوش على روحهم، يعني اي سو سونت اون سيكوريتي. هما الراجل هذا اللي يلحق يضرب المراه ويلحق يقتلها، سيك ما راهو خايف ني من القانون ني من الحبس، ما راهو خايف من والو، لخطر على باله بلي مهما يكون راهو محمي دون مانيير او دون اوتر. بالنسبه لي حقه وكيف يعني وصوفهم سادوا اللي ماتوا قتلوهم وولادهم ولا رجالهم ولا خوتهم، يعني واحد اللي يقدر يقتل أخته ولا أمه ولا مرته، كيف تحبي بحبه يخمم على أم الأخر ولا أخت الأخر ولا كيفاش؟ المشكلة هو عاطفته كبير، لازم لازم على كل حاجة. الأسئلة هي مسؤولية الجميع وعلينا قاع لازم نوقفوا ضد والتربية سمير، التربية ليدوكاسيون تربية. هذا شيء مهم جدا. 10 ديسمبر نفكر المشاهدين أن اليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت شعار المساواة والحد من التفاوتات، ولما نتكلموا على التمييز والتهميش هناك فئتين رايحين نتكلموا عليهم الآن اللي هم يعانيوا بزاف، وهما الأشخاص المصابين بمرض الإيدز والأشخاص ذوي الإعاقة. نبدأ بجمعية الحياة لمرض الإيدز اللي احتفلت باليوم العالمي لمرض الإيدز في أول ديسمبر. نشوفوا فيديو صغير ونعود نقول لك نوال لحول رئيسة جمعية الحياة. Four decades after it was first identified,
HIV continues to affect millions of people worldwide. Although the world has made significant progress in recent decades, important targets for 2020 were not met. We are not on track to reach our sustainable development goals by 2030 unless we change our approaches. Division, disparity, and disregard for human rights have all allowed HIV to become and remain a global health crisis. Now, COVID-19 is further increasing inequalities faced by people living with HIV. With low access to COVID-19 vaccines, and many disruptions in HIV prevention, testing, treatment, and care. Children, adolescents, and men, and populations at high HIV risk, such as men who have sex with men, people who inject drugs, sex workers, transgender people, and people in prisons, are among those who are not able to access HIV testing, prevention, and care services. That's why WHO is calling on global leaders and citizens to rally to confront the inequalities that drive AIDS and to ensure everyone, everywhere, has access to HIV services. This means finding innovative ways to safely deliver person-centered HIV prevention, testing, treatment, and care services. Ensuring that all groups of people at risk continue to obtain the services they need. Ensuring access to better and safer medicines for children and pregnant and breastfeeding women. Protecting, engaging, and supporting health workers to provide care that is kind, respectful of human rights, and without stigma. In short, it means renewing and revitalizing the global fight to end AIDS by... هذا كانت فيديو من المنظمة العالمية للصحة. قبل ما نتكلم معاك نوال، يعني جوست شفنا كلكو كومونتير، يعني كان بزاف الناس راهم يكومونتيو على المباشر على هذا الموضوع الاول تاع حقوق العنف ضد المرأة. حبيت برك نقول لهم بلي واحد ما لازمش يكذب على روحه، يعني نجيبها لكم من الاخر. العنف ضد المرأة كان في الجزائر 51 امرأة قتلوهم في 2021. ما كاش منها تقولوا ما كاش في الجزائر، ولا كاين في الجزائر النساء عم يموتوا عم يقتلوهم لانهم نساء، وهذا واحد ما لازمش يكذب على روحه وما لازمش يخبي مر الشمس بالغربال. الظاهره كاين و اسمع، ما كاش كيفاه يعني نخبو نقولوا ما كاش منها في الجزائر. ولا يعني لي زوت كومونتير بارابور على خيرنا هاد التام في هذا اليوم العالمي حقوق الإنسان، لأنه خيرنا لدات اللي جاو جست مقبل لدي ديسمبر، يعني 25 نوفمبر كان اليوم العالمي للعنف ضد المرأة، أول ديسمبر اليوم العالمي لمرض الإيدز، 3 ديسمبر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، و 10 ديسمبر اليوم العالمي لحقوق الانسان. لهذا تكلمنا، يعني ركزنا على هذه المواضيع، انه كاين حقوق الانسان يعني يشمل مواضيع كثيره لكن ما نقدرش نحكيوا عليهم كاع، دونك ركزنا على هذه الدات باسكو هذو هما لي دات اللي احتفلنا بهم هذا الشهر الاخير. نعاود نولي ليك نوال، شكرا اللي قبلتي الدعوه ديالنا. شكرا لكم سمير. أنا أنتي جمعية رئيسة جمعية الحياة اللي تأسست في عام 1998، عندها عامين سفر الأمريكي عيناتك كامرأة شجاعة في 2019 كتكريم لكل المبادرات والمجهودات ديالك اللي قمتي بها خلال 23 سنة لكفاح مرض الإيدز في الجزائر. نوال، ما هي حالة الأشخاص المصابين بمرض الإيدز في الجزائر في 2021، وما هو أثر جائحة الكورونا على حقهم في العلاج؟ يعني باختصار. لن نهضر لك باختصار، لكن هي قضية كبيرة. أنا عندي مكافحة 20 سنة ولا 25 سنة وأنا نكافح، يعني ماشي مستاهل تشتغل في الجزائر أولا على مرض الإيدز، لأنه مرض الإيدز نشوفه بلي يعني عنده إتيكات، يعني هو موصوم بالعلاقات الجنسية، على هذا نصيبوا إشكالات كثيرة باش نمارسوا الحقوق تاعنا ونمارسوا الحقوق تاع هاد الأشخاص المتعايشين.
أنا أقول لك تتكلم عن العنف، أنا أقول لك الأشخاص المتعايشين ولا النساء متعايشات ولا الأشخاص المتعايشين ككلهم هما معنفين ومهمشين وعندهم التمييز، عندهم التمييز من طرف العائلة تاعهم في المجتمع، حتى في المستشفيات نلقاو صعوبة باش يوصلوا للوصول إلى العلاج ولا الوصول إلى الشامل للعلاج اللي هو الوصول الشامل. يعني وحدة تروح تولد ما يقبلوهاش لأنها مصابة بمرض الأيس، وماشي من الفوق ما يقبلوهاش لكن يسبوها الأطباء، يسبوها يقولوا لها جبتي المرض وجيتي عندنا تزيدي. نشوفوا ديجا في ولا زعما تلقاو هذا المرض راح تخفيه على كل العائلة تاعها، حتى في العمل، حتى على الأصدقاء تاعها، باش ما يهمشوهاش، باش ما يقولوش هذه طفلة ماشي مليحة. نشوفوا بلي كاين عائلات يعني كانت زوجة انتقلها المرض عن طريق الزوج تاعها، لما يموت الزوج تاعها يضربوها يحوزوها يقولوا لها ما عندكش الحق لأنك أنت مصابة. نشوفوا بلي التهميش والتمييز هو عائق كبير. احنا رانا في 2021، أنا أقول من 2030 لازم نقضيه على مرض الأيدز، ما نشح نقضيه عليه، لأنه التهميش والعنف والتمييز هو عائق كبير، عائقا كبير باش نوصلوا لإقصاء هذا المرض. وفي جائحة كورونا ما يخفالكش سامير كانت يعني العمل كتير صعيب، لأنه هذه الكورونا جائحة كورونا مست العالم كله، لكن بالأخص الأشخاص المتعايشين اللي عندهمش كانت ما عندهمش دخل، يعني من أول ما عندهمش دخل كبير كانوا ما يقدروش يوصلوا للخدمات، ما يقدروش يوصلوا للتريتمون تاعهم، لأنه بحكم يسكنوا في الولايات بعيدة ولا في المناطق النائية ولا في المناطق الجنوبية. يعني صحيح أن الجمعية حاولت توصل الأدوية لهذا الأشخاص، لكن كان عندهم عائق كبير باش يوصلوا، وكان عندهم متعنفين من طرف العائلات تاعهم كذلك. يعني نشوفوا في جائحة الكورونا كان أشخاص يعني تمارس عليهم العنف من طرف، وكانوا نساء متعايشات ولا نساء مغتربات، بس احنا نخدموا مع لي ميغرون ولا لي روفيجي، كان نمارسوا عليهم الناس العنف الكثير كما يقولوا. نفس الشيء يعني فيما يخص يعني تكلمنا على العنف ضد المراه، ويصير نفس الشيء فيما يخص مرض الايتم. كاين ناس يقولوا لي ما كاش في الجزائر، ما كاش من الجزائر، وما كاش في الجزائر كاين كلش. احنا دوله كما يقولوا كما اي دول، سيغي بالك الناس ما يقولوا بدول مسلمه ما كاش، دول عربيه ما كاش، دول احنا عندنا 24 حاله، 24000 حاله، هادو اللي داروا ديبيستاج يعني نوتيفي. كاين الناس ما يروحوش باش ما يتهمشوش وما يتميزوش، ما يروحوش يديروا التشخيص، هذا هو المشكل. احنا رانا نحاولوا بالخطه الاستراتيجيه اللي عملتها وزاره الصحه، نحاولوا رانا عندنا ان بروغرام نوصلوا للفئات الاكثر عذرا، نوصلوا اكثر عدد من الناس اللي راهم مصابين وراهم يقدروا يعدوا يعني ناس واحد اخرين، يعني بس التشخيص ما راهوش يتعمل. نقول لك 24000 حاله في جائحه الكورونا، يعني في هذا العام برك كاين 1700 حاله جديده، يعني كانوا في الاعوام الاخرى قبل جائحه كورونا كانوا هناك 500 600 800، ولكن 1700 هو عدد كبير في العام. يعني هذا المرض هذا هو مرض يكزيستي عند الاطفال، عند المراه الحامل، عند الفئه الاكثر عرضه اللي هما عاملة الجنس، عندك في الرجال الذين عندهم علاقة مع رجال. يعني هذا المرض هو عندنا ومعانا ولازم نحربوه وما نحربوش المريض. يعني نوال، علاش في ظنك كاين هذا الرعب من هذه الفئة؟ واش لازم نديرو باش نخفوا من هذا النظرة السيئة للناس اللي عندهم على هذه الفئة؟ على بالنا بلي الآن مرض الإيدز ولا كما يقولوا يعيطونها مرضي كرونيك، يعني كالديابات او يعني ناس يعيشوا بدواء وما كاش اي خطر للاخرين اللي عندهم هذا المرض. يعني وش هو رايك؟ يعني يعيشوا بدواء لكن كي يشربوا دواء راح ما ينقلوش المرض للاخرين. يعني ولا كانت وحده مريضه بمرض الاسم ما تنقلش الزوج تاعها، ولا كانت انسات ما تنقلش الابن تاعها، يعني والعكس كذلك. بصح نشوفوا بلي احنا لازم نفعلوا القوانين، لانه القوانين ما هيش مفعله. سي فري كاين قوانين، قانون الاسره، قانون، احنا كنهضروا على لي دووا ايما ولا نهضروا حقوق الانسان. هي حقوق الانسان فيها عفايس كبيره، الحق في العمل، الحق في الصحه، الحق في الامان، الحق في السلام، الحق في عدم العنف، الحق في يعني يكون التمكين الاقتصادي لهاد الناس. يعني فوق هذا امام العنف، كاين العنف باسكو حنا نخدموا على العنف، نديروا دي فوكس جروب ولا كما مجموعه محدده،
نتكلموا عن العنف نشوفوا بلي العنف كاين العنف كثير، كاين العنف الجسدي اللفظي، كاين هو كل ممارسة العنف اللي يمارسوها على المرأة ولا على اي طفل ولا على، هو كاين عدة انواع من العنف، كاين عدة انواع اللي لازم نحاربوهم، لازم كما يقولون نغيروا القوانين، نفعلوا القوانين، لازم نديروا خطط استراتيجية تاع العنف لي نديروا لي بلي دو ا اونيفو سي، لازم السياسات ولا السياسات يغيروا لازم من هذا، يعني ما يشوفوش بلي عفايس واحد اخرين اولوية، حتى مرض الايدز هو اولوية للدولة ما تشوفوش اولوية، حتى العنف هو اولوية، نبداو من الصفر كما يقولوا، نبداو نربيو الاولاد تاعنا، خاطش التربية كما يقولوا ليديوكاسيون هي اللي تقدر تخلي هاد كما يقولوا الناس لا مطالعين، يعني الشباب لا مطالعين ولا الجيل لا طالع يقدر بالك يخدم على العنف بالتربية، لازم نقريوها في المدارس، لازم نخلوهم ما يتنمروش على الاخرين، نشوفوا احنا حتى في المدارس كاين العنف بين الاطفال، نشوفوا حتى في العائلات تقدر عجوزة، يعني دي فوا نشوفوا النساء هما يمارسوا العنف على النساء، ماشي نشوفوا بالقنطار في الرجال، شوف ديغيغ كما يقولوا عنف لازم تسب مرأة واحدة أخرى يتمارس العنف على مرأة واحدة أخرى، يعني نشوفوا يعني في العائلات يعني الناس عندهم مشاكل من طرف كما يقولوا العجائز تاعهم ولا الوسائل تاعهم ولا، يعني هذه لازم نديروا خطة استراتيجية وكما يقولوا تفعيل القوانين وكذلك الموارد المالية، جلب الموارد المالية باش نخدموا في الأرض ولا تخافي سيغتيرا باش نقصوا ونوعوا الناس والتحسيس على العنف والتهميش والتمييز والتنمر كذلك. شكرا نوال، شكرا لهذا التدخل. نختتم هذا الحوار تاعنا مع سيدة عتيقة معمري رئيسة في ديرالية الأشخاص ذوي الإعاقة، فئة أخرى اللي تعاني بزاف من التهميش والتمييز، ولقد احتفلنا باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في يوم 3 ديسمبر الماضي، نشوفوا فيديو صغير ونولي لك سيدة معمري. هذا كان يعني الفيديو اللي دارتها المنظمة العالمية للصحة بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة. قبل ما نتكلموا مع السيدة معمري، كان سؤال من فيزا سيسوس لتسقسي نوال، قالت لك كان وقت طويل باش نروح نديروا لو دياغنوستيك والديبيستاج، اسكو واش هي النصيحة اللي تقدري تعطي لها الفيزا ما يعني بارابور ديبيستاج، و اسكو كان وقت طويل ولا تقدر تروح؟ لا لا ما كانش وقت طويل، كل واحد يمارس علاقة يعني عنده من شهر حتى 3 شهور باش يدير لو تيست، وهذا التشخيص هذا موجود
عندنا 68 سنتر دو ديبيستاج وعندنا جمعيات في كل من ولايه تاع الجزائر. عندنا ثلاثه، عندنا في وهران، عندنا في عنابه، اللي يديروا التشخيص في الجمعيات، يعني لو تيست رابيد، يعني كل الناس معنيين. يعني ما كاش وقت باش ندو رونديفو والريزولتا يخرج بالخف. يخرج بالخف يعني، وما يدوش رونديفو، يروحوا اي سنتر دو ديبيستاج يطلبوا التشخيص يديروا لهم. يعني كاين 68 واي ولايه متواجده فيها ممكن نخلي لها الرقم تاعي تتصل بيا، ماشي مشكل. شكرا نوال. السيده معمري شكرا لك، شرفتينا بحضورك. 2021 كانت سنة صعبة لأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة مع جائحة الكورونا. شفنا في هذا الفيديو بعض العراقل اللي يواجهوها الأشخاص ذوي الإعاقة خلال هذه الفترة الصعبة. ما هو تقييمك للوضع الحالي للأشخاص ذوي الإعاقة، وما هي اقتراحاتك؟ شوف، الأشخاص ذوي الإعاقة في الجزائر هما ما يبانوش في الزنقة، في مع الناس، لأن عندهم، احنا نركزوا على المشاركة الاجتماعية، هما مهمشين، راهم مارجيناليزي، لأن يسون ليميتي، يعني ما ينجموش يخرجوا، ما ينجموش ياخذوا البوس، ما ينجموش يحطوا الدرج، هما يروحوا بوتيتر الطبيب يكري كلانديستان، خاطر كلانديستان يقعد معاه نهار كامل وسي شير. ومرات شوف بارابور كوفيد خفنا، نقول لك الصح، خفنا لأننا نسحقوا والدينا أو أختنا أو تعاوننا، قلنا إذا حكمت الكوفيد شكون اللي راح يعاوننا، لان الكوفيد ما يقربوش لينا. حنا ما نجموش نقعدوا في غرفه وحدنا ويغلقوا علينا الباب وناخذوا يعني احتياطات، نسحقوا واحد يعاوننا. دونك ان بلوس واحد ما قالناش تجمعوا ديروا الفاكسان، لان ما عنده حتى خطر ليكم كأشخاص ذوي الإعاقة. أنا كنت نبحث في صوت يقول لنا يا ودي ديروا الفاكسان ما تخافوش، حنا كاين يعني ديغيغ دو هانديكاب، كاين اللي عندهم دي بروبليم ريسبيراتوار، كاين اللي عندهم دي بروبليم تاع ليغ. حنا كنا حابين يقنعونا باللي لازم نديروا الفاكسان. اي دونك، وثاني انا كنت نخمم، كنت مدابية نعطي لهم كل لي نيميرو تيليفون، لي كوردوني تاع الاشخاص ذوي الاعاقه اللي عايشين مع عائلتهم. على بالك اغلبيه الاشخاص ذوي الاعاقه هما يتكفلوا بهم العائلات، ماهمش في المراكز، راهم 15% من المجتمع وما ما يبانوش. دونك وين راهم؟ راهم في العائلات، في لي زابارتمون تيام ايتاج سيزيام ايتاج، وما يخرجوش وما نشوفوهمش. دونك وكان عطينا لهم يعني العناوين تاع الاشخاص اللي نعرفوهم، لان منذ سنوات عندنا علاقه يعني كمين عن بون ريلاسيون معهم. كنا نديرو عندنا يعني اقتراحات des équipes mobiles de soins à domicile. يروحوا ليهم يشوفوا الحالة الصحية تاعهم، يديروا لهم الفاكسان. على ذلك حتى الأطفال اللي لازم لهم ريدوكاسيون، لازم لهم اون اوبيراسيون، هذه قحبست الحياة، جمدت. وأنا ما نجيبش نتخيل الشخص ذوي الإعاقة اللي راح يداوي وقت اللي كانوا هذوك لي زاباري اوكسيجين ما كاش. كانت اون سيليكسيون، ما قالش اسمها، مي كانوا يخيروا لي جون. انا مانيش حابه نتخيل الاستقبال لشخص ذوي الاعاقه في وسط هذاك الخوف تاع لي
les concentrateurs d'oxygène ils mettent. Donc كيفاش نقول لك تقبلنا نقولوا يا ربي ان شاء الله يعني تعلقنا في ربي سبحانه. أعطينا بعض الاقتراحات مدام معمري يعني فيما يخص هاد القضية يعني وشو ما يعني لي كونساي تاعك ولا لي بروبوزيسيون تاعك اقتراحاتك. شوف هذا مستحيل كل شغلق حتى المراكز المراكز اللي كانت واجدة موجودة اللي تستقبل أشخاص ذوي الإعاقة والمسنين كلش غلقوا كأن كاع الناس عندهم وين ديارهم وين يروحوا كاين اللي صابوا روحهم في بياج يسونس تروفي بياجي. واحد المرأة جات تداوي هي في كرسي متحرك هي من عين بوسيف صابت روحها برا خرجت من واحد المركز قالوا لهم روحوا غلقوا ما كاش طاكسي ما كاش باتت شهر تحت الشتاء فأنا بغي بوس فلاري كان بوس تاع بواغسون يعني كانت واحد المواطنة تجي دير لها البانسمون تاع لو سير دو جام وكانت ما نقول لكش بوغ الي او تواليت بوغ سيتي الواحد حتى الإنسانية تاعو ضيعها. دونك في هذه الحالات احنا نقترحوا دركا خلاص الفيروس راهو هنا ما يخلعناش ما نقولوش او جانا بصدفه راهو هنا. دونك نديروا في كل ولايه مراكز يكونوا مفتوحين ياخذوا كل الاحتياطات تاع الكوفيد ويستقبلوا لي بيرسون متشردين اللي عندهم اعاقه اللي ما عندوش وين يروح هذا ضروري. ثانيا كما انا بالك احنا وراء دائما نقول ماشي غير الكرسي المتحرك ربما نستعملوا بعض الادويه طول عمرنا كما باغ اكزومبل جو بارل تاع مصابين في النخاع الشوكي يستعملوا خمسه في النهار لي سوند بور لوتو سونداج يفرغ لابيسي تاعو بلا سوند ويرميها. في الكوفيد ما تنجم تروح للسبيطار خاش تنجم تحكم الكوفيد وكونت اون ليون شيز غولونت كيفاش تروح فريمون ما كاش طاكسيات. دوك انا نقترح لي فارماسي اللي عندهم قائمه المرضى اللي كل ثلث شهر يجوا يدوا الكوتا تاعهم تاع لي سوند يعيطوا لهم اي بدات شويه ولاو يعيطوا لهم في التليفون ويعطوا لهم لوغ كوتا افيك او ديجا عنده لوردونونس على بالو بلي تو لي 3 موا لازم له الكوتا تاع لي سون يديها له للدار باسكو في هاد الناس هاد المرضى في حاله اعاقه مسجلين في اون فارماسي ماشي بعيد دونك يجيبوا لهم. دونك ثاني كل المعلومات لازم يلحقوا. انا كنشوف باللي كاع عندنا فيسبوك عندنا انستغرام عندنا وعلاش ما نلتحقوش بالاشخاص هادو اللي في وضعيه كيما اللي مقيوسين بالفي اش سيدا كيما لي بيرسون هانديكابي لي بيرسون واجي لي بيرسون ايزولي نلتحق بهم بهاد لي ريزو سوسيو نعطو لهم المعلومات اللازمه. يعني في لا بيريود تاع الكوفيد حسينا روحنا وحدنا المواطنين وحدهم اللي نظموا نفوسهم اللي انا خدمت باسكو جي روسي دي كود فيل ميم في الدار قال فوالا اون اورجونس واش صحق واش جو جيتي اوبليجي نجي وليت نعطي لي رونديفو في الطريق نصيبك قدام الدويره نصيبك منا باش يعني عطينا لهم الدواء تاعهم. درك راهم سيغ ان سامبل كليك يجيبوا لك بيتزا وعلاه ما نسورغانيز با بارابور او زوتي هذا دو على سيت نوفيل تكنولوجي كي اللي تخلينا نلتحقوا بهاد الناس. يعني باختصار يعني سيده معمري يعني واش فهمت واش قلتي يعني نشر المعلومه شيء مهم جدا وكما قلتي انا مازلنا في الكورونا والفاكسين يعني
الوسيلة الوحيدة لتفادي هذا المرض. شكرا جزيلا سيدة معمري. رايحين نختتموا هذا الحوار. صح، قبل ما نختتموا شباب، أسكو سليمة ما زال هنايا ولا ياسين يانيس ما زال هنايا؟ باختصار كان سؤال من عند واحد المشاهدين، يعني rapidement si vous pouvez répondre à cette question. قالت لكم أسكو فيما يخص العنف ضد المرأة، أسكو راح هاد الظاهرة تحبس كاش نهار؟ باسكو عمي يقولوا بلي هاد الارقام راهي تخوف، واسكو هاد الظاهره راح تحبس كاش نهار؟ انا دوكا جو سوي سيرتين كلو كان ان فيت البروبليم ايلي بروفون في لا سوسيتي. وبتات كو راح الناس وسورتو واقيلا لي فام راح يكرهوني، باسكو انا بور موا هذا لو بروبليم هذا يبدا ديجا في الدار مع الام، هذيك تاع نوضي خملي نوضي طيبي لخوك، خملي لخوك، ارضي لخوك، حطي لخوك. دوك هذه عبا قلت لك من قبل سي اون كيسيون قبل دو مونتاليتي. دوك الطفل هذا كيفاش راك راح تكبرو ديجا على باز باش من بعد كيولي راجل، وكيفاش راح يكون مع خواتاتو، وكيفاش راح يكون مع مرتو كامل. دوك جو بونس كو le problème هذا il va pas se régler tout de suite بالقانون ولا بلا قانون. على بالي قلت لك مقبل التربيه ثم التربيه، فوالا تبدا في الدار مع الام. اي كونت ايلا دي مقبله مدام الحول جوغ سي كوم سي لا فام ايتي لا بروميير انمي دو لا فام. يعني انا بور مو سي الام، الام هي اللي راهي عندها المفتاح تاع لا سوليسيون. يعني باختصار سي توت دون لو شانجمون دو مونتاليتي، يعني تغيير اكزاكتومون ايديوكاسيون يعني الأخلاق وتغيير المونتاليتي بارابور هاد لا كيسيون. أعزائي المشاهدين، نتمنى أن يعجبكم حوار اليوم. هذا كان احتفال اليوم العالمي. الوقت يعني الوقت خلاص لنا نوال بزاف. شكرا جزيلا للتدخلات اللي درتوهم. يمكن احتفلنا باليوم العالمي لحقوق الإنسان 2021. تقدروا تعودوا تشوفوا هذا الفيديو وكل برامج الأخرى المبثة من طرف السفارة الأمريكية بالجزائر عبر قناة اليوتيوب. مسألة حقوق الإنسان هي مسؤولية الجميع، واحد ما لازمش يكذب على روحه، ولازم ما لازمش يغطي عينيه على الحقرة ولا على التهميش ولا على التمييز. اللي موجود موجود، لازم ناخذ مسؤوليتنا ونكافحوا هاد الظواهر. وما تنساوش ان جائحة الكورونا مازالها تهدد فينا. بلا ما نوصوكم البسوا الكمامة، تباعد الاجتماعي، وسورتو ديروا لي فاكسان تاعكم، لانه الحل الوحيد لحمايتكم وحماية عائلتكم. يعطيكم الصحة.